الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال عائلة الغالية؟ أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. موضوع سريع جديد كالعادة، كما عودتكم في قناتكم قناة محترف الطيور، وهو كما قرأتم في عنوان الحلقة، ما هو صوت الطائر عندما يضرب؟ فعندما تسمع هذا الطائر فاعلم أن أحد الطيور يضرب. إذا كنت مربي الطيور في مجموعة السلاكة، فالأنثى دخلت إلى العش بدأت تضرب الأنثى، مجموعة في الأقفاص فالذكر يضرب الأنثى أو العكس. عند سماعك لهذا الصوت فلا بد أن تنتبه يا غالي، ويعني لا بد أن تقوم بفعل الأمر، إما أن تزيل الذكر إذا كان هو يضرب أو تزيل الأنثى إذا كانت هي التي تضرب. المهم وجب تدخل منك. إذا إذا سمع هذا الصوت برعاية الله.